السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة الرافدين الفضائية بشأن تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، والذي سلط الضوء على ملف المقابر الجماعية في العراق، والذي تحول إلى ملف سياسي بحت ودليل دامغ على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب في العراق منذ احتلاله عام 2003 والمتورطة بارتكاب معظمها القوات الحكومية والميليشيات الموالية لإيران. سيكون معنا في هذه التغطية في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، أهلا حياكم الله. وأيضا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك دكتور. وأيضا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، أهلا بك، شرفتنا أستاذ ضياء. وقبل البدء مشاهدينا الكرام، دعونا نشاهد وإياكم هذا التقرير. المقابر الجماعية ملف سياسي بحت ودليل دامغ على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في عراق ما بعد الغزو الأمريكي والهيمنة الإيرانية التي أعقبته، عنوان لتقرير صدر عن قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين في العراق. تقرير يوثق اكتشاف المئات من المقابر الجماعية التي تعد جريمة حرب كاملة الأركان، كما تعد دليلاً دامغاً على حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة التي تكتشف فيها، ما يؤكد أن الهدف من الحرب المزعومة على تنظيم داعش ليس ذلك الذي أعلنته الحكومة وحلفاؤها، وإنما كانت حجة للنيل من أبناء بعض المحافظات وتنفيذ مخططات خارجية لإحداث تغيير ديموغرافي لصالح الأطماع الإيرانية. ويشير تقرير قسم حقوق الإنسان في الهيئة إلى أن أكثر المقابر الجماعية المكتشفة تقع في مناطق تحت سيطرة الميليشيات الموالية لإيران وتحت سمع وبصر القوات الحكومية التي مارست دور المتواطئ للتغطية على جرائم الميليشيات، حيث إن قوات الأمن تعمد في كثير من الأحيان إلى إغلاق مكان المقابر الجماعية المكتشفة بعد التأكد من أن الضحايا مدنيون وتمنع الاقتراب منه، بل إنها في الأصل قد لا تفتح تحقيقاً بشأن تلك الجثث. وبحسب شيوخ عشائر في محافظة صلاح الدين، فإن ملف المقابر الجماعية تحول إلى ملف سياسي بدلاً من أن يكون إنسانياً وحقوقياً، ما يؤكد أن العراق بات مختطفاً من قبل مجموعة من الميليشيات التي تهوي به نحو تنفيذ مخططات إيران الاستعمارية. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه التغطية لمن فاتته المقدمة التقرير الذي تناوله قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين والذي أشار فيه إلى ملف المقابر الجماعية في العراق. نبدأ معكم دكتور أيمن العاني، يعني عنونتم تقريركم الذي حصرتم فيه المقابر الجماعية في العراق بأن الملف سياسي أكثر منه حقوقي، هل وضحت لنا هذه النقطة دكتور أيمن؟ تحية لك مرة أخرى وللضيوف الكرام والمشاهدين جميعا. في الحقيقة هو طبعا ملف المقابر الجماعية ملف سياسي بحت في العراق، لأنه يتم تناوله حقيقة بعين واحدة من قبل السلطات المعنية، والدبل ستاندر هذا يعني هو المعيار الذي يؤكد مسار الملف المعين، وهو هنا طبعا محط الحديث هو ملف المقابر الجماعية، وهذا طبعا ملموس وواضح وموثق أنه يتم الإعلان عن مقابر جماعية معينة ترتكبها جماعة معروفة، ولكن يتم غض النظر عن مقابر جماعية، مئات المقابر الجماعية في الكثير من المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية والميليشيات الولائية. نعم. لكن يتم غض النظر عنها أو تغطية الموضوع أو حتى عدم السماح لأي شخص بزيارة المناطق هذه التي يكتشف فيها، وأتحدث هنا عن مناطق كبيرة واسعة جدا طولها عشرات الكيلومترات، وهذا ينذر حقيقة ب
كوارث وينذر بجرائم صارخة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المناطق، وكلها أخي الكريم طبعا بالمجمل هي هذه المجازر كلها تكتشف في مناطق المحافظات المنكوبة، فالضحايا جميعهم من أبناء تلك المناطق بغض النظر عن المرتكب، وهذا طبعا ينسحب على جميع ملفات الأخرى، فمثلا تمايز الأفراد أمام القضاء أو بالنسبة لقضايا وملفات الفساد، وبالتالي الأهم من كل ذلك هو هذا ينبئ بطبيعة النظام السياسي الطائفي القائم في حاليا على الفساد وعلى الانتهاكات وعلى التبعية للخارج حقيقة. نعم. وهذا هو الواقع في العراق. طيب دكتور، يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل إلى الأستاذ حسين. أستاذ حسين، كما تفضل الدكتور أيمن، المقابر الجماعية في العراق قد تمتد إلى عشرات الكيلومترات، لكن إذا ما نظرنا إلى التوزيع الجغرافي يعني نجد أن المقابر الجماعية المكشوف عنها نجدها في المحافظات المنكوبة كما تفضل الدكتور أيمن وفي مناطق محددة، بماذا تفسر ذلك؟ يعني هذا يفسر أولا طائفية الحكومة وطائفية النهج السياسي اللي موجود داخل الدولة العراقية. نعم. هذا يؤكد على أنه لإيران دور مهم في هذه الجريمة. نعم. جريمة المقابر الجماعية في العراق وتحديدا في هذه المناطق المحددة، يعني الرمادي، صلاح الدين، نينوى ومن هذه المناطق، هذه تثبت أن هذه الجرائم ضد هذه السكان تعتبر جرائم إبادة جماعية. طيب. جريمة ضد الإنسانية. التغطية على هذه الجريمة أو عدم قيام الحكومة في دورها في كشف هذه الجريمة وملابساتها، هذا يجعلها شريكة في هذه الجريمة. تحمل إيران مسؤوليتها، إيران تتحمل مسؤولية كبيرة على هذه الجرائم، لأنه ليس من فراغ اتهمنا إيران بتحمل المسؤولية. طيب. لأنه لإيران هيمنة على العراق سياسية وأمنية واقتصادية وكثيرة، لأنه المتهمين بهذه الجريمة مرتبطين بإيران بصورة مباشرة أو غير مباشرة. نعم. لهذا السبب أن هذه الجريمة في هذه المناطق تعتبر من جرائم ضد الإنسانية، وهي من الجرائم بسبب النهج الطائفي للحكومات العراقية من 2003 وإلى الآن. لا يوجد مربع، لا توجد مدينة من هذه المدن، بل لا يوجد قضاء من هذه المدن إلا وفيه مقبرة جماعية. أينما دخلت الميليشيات تجد في هذه المنطقة مقبرة جماعية. أينما تصل هذه الميليشيات تجد هناك مقبرة جماعية، وبنفس الوقت تجد هناك تغطية من قبل الحكومة على هذه الجرائم. لحد الآن لا يوجد ولا مجرم واحد أمام الإعلام، أمام القضاء العراقي نفسه. كيف بلد تكتشف فيه عشرات المقابر الجماعية ولا يوجد مجرم واحد؟ هذا غير ممكن. بنفس الوقت حتى الضحايا المغدور بهم لا يسلمون لذويهم كما من المقابر الجماعية، لا يسمح لهم، لأنه كيف يسلمهم؟ لابد أن يفحص الدي إن حتى تسلم هذه الجثة. لم يسلمهم لحد الآن، بقت هذه الجرائم. إذن هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية ضد هذا المكون في العراق وضد هذه المنطقة الجغرافية التي ذكرتها، بتعاون بتنفيذ ميليشياوي، بتعاون حكومي، بمسؤولية إيرانية على هذه الجريمة. طيب. أستاذ ضياء، ظاهرة المقابر الجماعية يعني تكاد تختفي من العالم. على سبيل المثال يعني قبل عدة أيام في شهر تموز مذبحة سربرينيتشا، والتي خلفت ما يقارب 8000 شخص أيضا في مقابر جماعية، لكن هذا منذ عام 1995 وانتهت. لماذا العراق من الدول التي تشهد الكشف بين فترة وأخرى عن ظاهرة المقابر الجماعية؟ ما السبب في ذلك؟ بداية تحياتي للجميع وتحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام والعاملين في قناتكم الكريمة. حقيقة ما يحدث في العراق احنا نتوقعه يعني حدث في 2003 واحتل العراق، ولكن هنالك برنامج سياسي معين من قبل الدول التي تكره العراق ولا تحب لهذا البلد ان تقوم له قائم، واعتمدت على كثير من دول الجوار الموجودين في هذه المنطقة من ضمنها إيران. إيران ليست المشكلة الحرب العراقية في الثمانينات، وإنما الحقد أقدم من هذا. حقد الإيرانيين قديم جدا، والحقد الإيرانيين هو مركب، يعني حقد الفرس
مركب للعراقيين. المقابر الجماعية هي عملية انتقام من الشعب العراقي بهذه الصيغة البشعة التي لا تخضع إلى قوانين، أي قوانين العدالة الاجتماعية أو قوانين حقوق الإنسان أو قوانين العالمية المتعارف عليها بالمنطقة أو خارج المنطقة. ولكن الإيرانيين الفرس والحكومة العراقية لا توجد، يعني حكومة عراقية، الأخوان يتحدثون أنه جيش والأمن العراقي، أنا أتوقع لا يوجد لا جيش ولا أمن عراقي. من يحكم العراق في الوقت الحاضر هي الميليشيات اللي يسموها الميليشيات المنفلتة، وهي ليست بميليشيات منفلتة، هي ميليشيات ولائية 100% إلى إيران، وقادتها موجودين في العراق، وقادتها هم ليدورون العملية السياسية. أتوا من خارج العراق لانتقام من الشعب العراقي. أخي ذولا ليست بعراقيين، يعني إحنا لا نعتبر قيس الخزعي عراقي، هو ينطق العربية ولكن ليست بعراقي أو هادي العامري أو أي واحد من ذولا أو نور المالكي، ذولا كلهم حاقدين على الشعب العراقي، حاقدين حتى على ملتهم. يعني العانوا في الزمانات السابقة قاعد يردوا بالأضعاف، لأنه هم قاعد يصرحون وبعظم لسانهم يسرقون ويقولون نحن سراق، يعني هم سراق وقتلة ومجرمين، والعالم يرى والأمم المتحدة ترى وكل المنظمات الحقوقية تدون ماذا يعملون. إلى متى تستمر هذه الحالة؟ هذا هو السؤال بالوقت الحاضر. المقابر الجماعية راح تستمر ما دام الحشد والميليشيات موجودات في المنطقة الغربية في العراق. إذا هنالك جرائم ترتكب من قبل هذه الأجهزة المحمية بصيغة غير مباشرة من القانون العراقي، ولا يحاسبون ويقتلون بأي شكل من الأشكال. حتى في بغداد يقتلون الضباط والأمن الشرفاء الموجودين بالعراق اللي عندهم غيرة على الشعب العراقي، قاعد يقتلوهم بالشارع. إذن ماكو حق. الحق والعدل الموجود في العراق هي بيد الحكومة الذي تحكم العراق، والحكومة الذي تحكم العراق هي في طهران وليس في بغداد. طيب دكتور أيمن، لماذا تعمد الحكومة والميليشيات منذ عام 2003 حيث قامت بالقتل كان على الهوية، ولكن لماذا تقوم الحكومة والميليشيات على دفن الضحايا بمقابر جماعية دون الكشف عنهم، بينما هم يقومون بالقتل على الهوية جهارا نهارا وفي وضح النهار؟ ممن يخشون دكتور أيمن؟ أخي الكريم، هذه طبعا مسألة المقابر الجماعية كما أسلفت وموضوع يستهدف مناطق معينة لأهداف مختلفة. الأهداف المختلفة منها يعني إذلال سكان تلك المناطق والنيل منهم وإحداث تغيير ديموغرافي، وكذلك بالنسبة لهذه الجرائم بالنسبة للمقابر الجماعية خصوصا هي عبارة عن جرائم قتل جماعي لمواطنين مدنيين، طبعا بطبيعة الحال هم عزل يعني لا يملكون السلاح، لكن تتم تصفيتهم لأنه هذا الأمر فيه طبعا بعد طائفي وفيه بعد سياسي وفيه بعد بالأكيد بعد إجرامي. فهذا هو السبب الحقيقة وراء أنه يتم إجراء هذه المقابر الجماعية، لأنه هم يعني هذه طبيعة هؤلاء الناس، طبيعتهم امتهنوا ويعني مردوا الإجرام دكتور ومردوا يخشون دكتور عفوا آسف للمقاطعة، ولكن يخشون من المحاسبة الأممية مثلا ولذلك يقومون بدفنهم في مقابر جماعية، يخشون ذلك؟ هم يعني لا يريدون أن يضعوا المجتمع الدولي في محل حرج، وإلا يعني هم لا يمكن أن يكونوا موجودين في العراق دون دعم دولي. فهذا يعني حقيقة لرفع الحرج عن داعميهم، ولا سيما أمريكا وإيران والمجتمع الدولي بالعموم، هم يعني يقفون خلف أمريكا. فهذا هو السبب الرئيس الذي سبب وجودهم.
وإلا أنت يعني حضرتك والمستمعين يعني ماذا هو المطلوب من شعب لا يحمل السلاح، لا يمتلك أي وسيلة للدفاع عن نفسه، يخضع للقصف العشوائي والعنيف، وهذا هو ما تسبب بنزوح ملايين من أبناء المناطق المنكوبة، المحافظات المنكوبة. نعم. وبطريق النزوح حدثت هذه الجرائم المروعة بحق المدنيين. نعم. وبتهمة طبعا تكال جزافا حقيقة، وتكال بسهولة من قبل المرتكبين، لأنه المطلوب هو استهداف تلك المناطق بشتى السبل وبأشكال مختلفة، لكن الهدف الاستراتيجي هو استهداف تلك المناطق. نعم. وإفراغها من سكانها الأصليين لأغراض كثيرة، منها طبعا الإرهاب، ومنها طبعا الإرهاب الحكومي، هنا أقصد أنا، لأنه هذا حقيقة هو أكثر يعني تداعياته أكبر بكثير من إرهاب جماعات أخرى، لكن هو الإرهاب الحكومي لإرهاب الناس ولإحداث التغيير الديموغرافي ولتطبيق أو تنفيذ مخطط إيراني أمريكي في العراق. نعم. أستاذ حسين، أستعير ما تفضل به دكتور أيمن، وهو هم يقومون بإخفاء هذه المقابر الجماعية حتى لا يقعون في حرج مع المجتمع الدولي، ولكن كيف تفسر صمت المجتمع الدولي عن هذه المقابر الجماعية؟ ما السبب في ذلك؟ شوف، صمت الحكومة وصمت المجتمع الدولي يجعلهم يتحملون المسؤولية على ما جرى. اليوم ليست مقبرة واحدة كشفت في العراق حتى المجتمع الدولي لا يتدخل ويعتبر القضاء المحلي في العراق هو كفيل بالحل ومعالجة هذه المشكلة. هي عشرات المقابر، مئات المقابر الجماعية في العراق، فهنا السكوت يعتبر إدانة على أي جهة مسؤولة، على أي جهة حقوقية، على أي جهة إنسانية، دولية، إقليمية، محلية، كل جهة مسؤولة سكوتها يعتبر إدانة عليها وتحملها المسؤولية على هذه المقابر. هذه المقابر لو اكتشفت في أي بقعة من بقاع الأرض في العالم كله ما سكتت هذه المنظمات، هذه المؤسسات، لهذا سبب هي تتحمل مسؤولية. في قضية أنه يقولون أنه لا توجد لدينا دعوة داخل المحكمة الدولية حتى نحرك، هذه واجبات المدعي العام. أي عراقي يجرأ أن يقيم دعوة على الميليشيات وهو في العراق؟ في العراق طبعا. أي ماذا فعل القضاء المحلي تجاه الميليشيات؟ هل يجرأ أن محاسبتها؟ لا. القضايا العامة والمتكررة وكبيرة على المدعي العام في المحكمة الدولية هو الذي عليه أن يتحرك. نعم. لأنها أصبحت جريمة واسعة ومعلومة بالضرورة، ماكو جهة ما تعرف أنه العراق فيه مئات المقابر الجماعية. صحيح. والشعب مغلوب على أمره. إذن لماذا هذا السكوت؟ هذا السكوت يعتبر تواطؤ وضمن المشروع الدولي لتدمير العراق ومن ثم تقسيمه وتفتيته وضرب هذا المكون تحديداً الذي واجه الأميركان ودفعهم الثمن، فأميركا تستعين بهؤلاء وإيران وأمثالهم. نعم. لتنتقم من هؤلاء الذين اعتبرون هم الأصلاء لدى الشعب العراقي. بنفس الوقت انت سألت الضيف عن لماذا السكوت وتغطية هذه. نعم. الجريمة. نعم. إضافة للمجتمع الدولي، هؤلاء المجرمين أيضا يخشون أيضا من الشعب العراقي نفسه. لا يمكن للشعب أن يبقى هذا الوضع مستمر إلى ما لا نهاية. طيب. حتى العمق الشيعي في المناطق جنوب ووسط العراق إذا ما عرف وأدرك أن وثبت أن هذه الجرائم كلها قامت بهذه الميليشيات لن يسكت عليهم. نعم. ولاحظنا أنه في انتفاضة تشرين كيف عرت هؤلاء وكيف فصلتهم ولم تكن هي حاضنة شعبية كما يدعون أن هذا العمق استراتيجي لهم. نعم. اليوم العمق استراتيجي لهؤلاء هو من انتفض عليهم وهو من رفضهم، فبالتالي هؤلاء يخسر حتى من ظلهم. نعم. ولكن سكوت الحكومة والقضاء والمؤسسات الأمنية كل هذا جعلهم يتمادون، لأنه المجرم إذا ما من أمن العقوبة أساء الأدب. نعم. فبالتالي هؤلاء لأنه سكوت عنهم هو السبب. طيب. نعم. أستاذ ضياء، جنين بلاسخر، تفضل الأستاذ حسين وذكر ثورة تشرين. جنين بلاسخر ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة
يعني نزلت إلى ساحة التحرير في أول بدايتها في أكتوبر عام 2019، وأيضا التقت ببعض ولو هي بروباغندا، يعني التقت ببعض المتظاهرين. ولكن لماذا لا تبحث جينين بلاسخارت عن المتسبب الأصلي والفاعل الحقيقي في مسألة المقابر الجماعية؟ أليس هذا من واجبها أستاذ ضياء؟ حقيقة الأمم المتحدة كان التصريح مالها واضح، يعني عن المقابر الجماعية وما يحدث في الآونة الأخيرة ضد ثوار تشرين والاغتيالات، وقالت هذه العمليات التي تنتهك من قبل الميليشيات والحكومة العراقية المتفرجة هي بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان، وبعدين هي يعني مشكلة كبيرة لهم كالأمم المتحدة كمراقبين موجودين في العراق، وهذه هي جرائم حرب التي ترتكب في العراق، بالإضافة إلى ما صرحوا عن المقابر الجماعية، لأن الحكومة العراقية. لكن أستاذ ضياء، لكن جنيب بلاسخارت يعني التقت بأبو فدك، يعني هو وعنصر مهم هذا في الميليشيات، يعني أعطتهم جزء من الشرعية نوعا ما. الميليشيات هي المسؤولة، الميليشيات هي التي ترتكب الجرائم. نعم. بس من يقوم ببعث الميليشيات وتسييد مهمة الميليشيات هي الحكومة العراقية. طيب. يعني احنا ما يعني كيف تطلع هذه السيارات في بغداد وفي كل شوارع العراق، تحتل بغداد في دقائق وهي الميليشيات مسلحة وتحمل السلاح، وسقط بغداد في غضون ساعات. هذه هي الميليشيات. إذن الميليشيات هي مسؤولة، والحكومة العراقية هي المتفرجة، وبعدين تختال هي الأجهزة الأمنية والشرطة من الحكومة العراقية، والحكومة العراقية متفرجة. أنا أتكلم على الكل، ليست على فقط على رئيس الوزراء، وإنما كل المشاركين في العملية السياسية هم مشاركين بالجريمة. إذن الجرائم المرتكبة هي جرائم حرب ضد الشعب العراقي بالأكمل. ليش أنا ما أتكلم على منطقة من مناطق العراق، ولا قاعد أتكلم على المنطقة المقابر الجماعية، أنا أتكلم بالعموم. ما يحدث في العراق هي انتهاكات لكل الحقوق الإنسانية التي تتحملها بالدرجة الأولى الماسكين زمام الأمور بالعراق. أنا أعرف ما بدهم حل، ولكن هم المتسلطين على أرقاب العراقيين، وهم ينفذون المخطط الإيراني ضد الشعب العراقي. هذه حقيقة. نعم. احنا قاعد نشاهد هذا امام اعيننا، والمتحدثين هذول الامراء الحرب الموجودين الذي يهددون الشعب العراقي ويهددون المتظاهرين السلميين في العراق ويغتالوهم ويخطفوهم. هذا نعلم، هذا كل المنظمات الإنسانية في العالم تعلم هذا الشيء، والأمم المتحدة أيضا تعلم هذا الشيء. لكن الأمم المتحدة نحن نعلم هناك استراتيجية دولية، وهذه الاستراتيجية الدولية مسيطرة عليها الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الأول في العراق هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدين في وراها إيران. الأمر الأول والنهائي هي بيد الولايات المتحدة الأمريكية. هي لا تبعد نفسها، هي دخلت العراق في الحرب، هي دمرت العراق، هي قتلت من الشعب العراقي لا يمكن أن يقتله أحد في غضون فترة قصيرة. هذه الجرائم ارتكبتها مع النظام الإيراني. طيب دكتور أيمن، هناك شواهد لتشابه هذه المقابر مع هذه الضحايا، سأناقش معك هذه النقطة بالتحديد بشكل مفصل، ولكن دعوني ضيوف الكرام مشاهدينا سنذهب إلى انفوغراف يتحدث عن تفصيلات المقابر الجماعية، دعونا نتابع ذلك. We'll be right back.
مشاهدينا ضيوفنا الكرام، أهلا بكم من جديد. نناقش في هذه التغطية للتذكير ليس أكثر حول التقرير الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، والذي سلط الضوء على ملف المقابر الجماعية في العراق. وجدد الترحيب بالضيوف. دكتور أيمن، رصدتم في قسم حقوق الإنسان في الهيئة خلال السنوات 18 الماضية المئات من المقابر الجماعية، وهذا الجهد يحسب إليكم، بارك الله فيكم. لكن هل هناك شواهد لتشابه المقابر الجماعية والضحايا فيها؟ ما يعني، هل رصدتم أن الجاني والأسلوب هو واحد ليس أكثر من طرف؟ دكتور أيمن، هذا طبعا شكرا على هذا السؤال، حقيقة هذا السؤال مهم جدا. نعم. فلو استعرضنا عددا من المقابر الجماعية، وهي طبعا في المناطق في محافظات المنكوبة، نجد أنه نفس الأسلوب الذي تم تصفية الضحايا فيه في الغالب الأعم هو نفس الأسلوب في الغالب الأعم. طبيعة الضحايا داخل المقبرة، الرفات، البقايا، الأشلاء، الهويات التعريفية، الأوراق الثبوتية، كل هذه حقيقة يعني تعكس طبيعة أو نمط من التنفيذ لهذه الجرائم. وطبعا ليس عبثا أن يكون النمط هو نمطا واحدا، إذ أن لابد للمنفذ أيضا أن يكون منفذا واحدا أو مدرسة واحدة على الأقل لهذه الجرائم. وبالتالي طبعا وكما يعني ذكرت وأؤكد هنا أنه جميع الضحايا من أبناء المناطق المنكوبة والمحافظات التي تم استهدافها بالحرب، يعني بذريعة محاربة الإرهاب، وهذا يعني ما أسفرت عنه تلك الحملة العسكرية الكبرى التي شنتها القوات الحكومية وحلفاؤها في المحافظات المنكوبة من دمار وتهجير، دمار لعشرات الآلاف من المنازل، تهجير لملايين السكان. الحقيقة باتت المدن خرابا يبابا، هذا لا يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أيضا أن يكون الهدف هو محاربة الإرهاب والنتيجة بهذه الفداحة وهذه الخسارة الكبرى للمناطق المستهدفة بالدرجة الأولى، وبالعراق طبعا كله بالدرجة الاعتيادية. طيب. لكن هنا في العودة إلى هذا الموضوع، نعم، النمط الذي تمت فيه تنفيذ الجرائم وطبيعة ما تم الكشف عنه طبعا وبصعوبة جمع في كثير من الأحيان، لأنه كما تعلمون أنه يتم غلق المناطق من قبل القوات الحكومية والميليشيات المسيطرة على المناطق التي فيها يتم العثور على المقابر الجماعية. لكن في البحث والتقصي والكشف عن الأساليب التي تمت فيها تصفية الضحايا هي أسلوب واحد ونمط واحد، والمستهدف هو من يعني من أبناء السكان المناطق المنكوبة، وبالتالي لا يمكن أن يكون إلا المنفذ هو جهة واحدة، طبعا بأوجه مختلفة لا شك، لكن هي يعني جهة مسيطرة أو قيادة الجرائم النكرة. طيب أستاذ حسين، بعد 3 أشهر أو أقل من ذلك ستكون هناك انتخابات، إن حدثت طبعا، ولكن الكثير من المؤشرات تدل على أنه ربما الانتخابات سوف لن تحصل في تشرين الأول أكتوبر المقبل. وعود المرشحين، حضرتك تتابع وعود المرشحين، لم يجرؤ أحد، هم فقط يعيدون بالخدمات المقدمة للشعب العراقي والتي لم يرى الشعب العراقي أي منها سواء ماء أو كهرباء، ولكن لم يجرؤ أحد على فتح ملف أو يعد أبناء الضحايا أو ذوي الضحايا بأنه سيتم الكشف عن المقابر الجماعية. هل هناك خشية من هذا الأمر فتح هذا الملف؟ نعم بالتأكيد، من لن ترضى عنه الميليشيات لن يجرى حتى على الترشح،
لأنه سوف يسقط بطريقة أو بأخرى أو يصفى. سابقا كانوا يتكلمون أثناء الترشيح والدخول إلى الانتخابات بأنه سوف نقوم بإصدار العفو العام بالضبط. وتشكيل نعم. قوات أمنية من نفس المدن خشية دخول الميليشيات إليها، وكل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح. وأذكر ما مو هذه الانتخابات المضطة اللي قبلها كان شرط المشاركة بتشكيل قوات أمنية من قبل المحافظة الحفاظ عليها، والنتيجة كانت تشكيل هيئة الحشد بدل هذه القوات الأمنية، وهذا اللي حدث. نعم. اليوم المرشحين مسموح لهم فقط الكلام عن الخدمات وعن تقديم بعض الأمور الإدارية، لأن هذا هو السقف المسموح له، لا يجرأ أحد على الكلام لأنه يدرك أنه كلام عن المقابر الجماعية معناه الكلام عن الميليشيات. يتكلم عن قضية العفو العام، هو لا يجرأ على ذلك، على مثل هذه الأفعال. نعم. حدد بهذا، وبنفس الوقت هو عاجز أن ينفذ ما وعد به. اليوم حقيقة عندما أسمع مرشح يتكلم عن معي، أو أي مواطن عراقي يسمع أي مرشح يتكلم عن معه، يحدث في باله شيء واحد. نعم. أنه هذا الرجل نفعي وانتهازي فقط. طيب. الهدف هو الوصول إلى مجلس النواب ومن ثم إلى المال العام. غير هذا لا يوجد أي هدف، لا يوجد أي مشروع وطني لخلاص العراق مما هو عليه الآن. طيب. لا المرشحين ولا مجلس النواب ولا الحكومة ولا أي جهة تستطيع أن تنقذ العراق بهذه البرامج المطروحة. لهذا سبب هؤلاء سيكونوا جزءا من المشكلة، وهم شرعنة لهذه الجرائم، سيكونوا سبب في شرعنة هذه الجرائم على الشعب العراقي، ويبقى الشعب العراقي ينزف دما، وسيكون هؤلاء تورية للميليشيات. ولاحظنا بعد فوز بعض منهم تحالف مع الميليشيات لتشكيل حكومة. نعم. معروفة يعني كتلة الميليشيات. نعم. من يقوده ذهبوا للتحالف معهم، وهذه خيانة. نعم. حقيقة خيانة في العمل السياسي. نعم. اليوم عندما نتكلم عن الميليشيات، ومثل ما ذكر الدكتور أيمن حول الإرهاب، عزيزي الإرهاب يعني هنيئا للإرهاب إذا تقاتل الميليشيات. عندما تستخدم الميليشيات لمواجهة الإرهاب فأنت غذيت الإرهاب تغذية كاملة. الميليشيات لا يمكن أن مواجهة الإرهاب، الإرهاب يواجه أولاً بمشروع وطني إصلاحي. نعم. ثم بقوات أمنية مهنية. ثم بمؤسسات حقوق الإنسان تراقب وترافق هذه القوات، استخدام نوعية خاصة من الأسلحة. إذن القصد هو الإصلاح وليس القصد هو التدمير. لا يمكن لحكومات طائفية أن تواجه الإرهاب. لا يمكن للميليشيات أن تواجه الإرهاب. كل هذا ما يجري هو تغذية للإرهاب، بدليل القوات التي انسحبت وتركت الأرض، ماذا فعلت هذه الميليشيات وحكوماتها أمام هؤلاء؟ أليست مسؤولية قانونية أمام هذه القوات الأمنية والقادة السياسيين في تسليم ثلث العراق لهذه لداعش؟ ما الذي فعلوا ضده؟ هؤلاء كرموا، الآن يعتبرون من الأبطال. يا أخي كيف بطل هذا؟ من أين جاءت البطولة؟ وترك سلاحه وسلمه وترك المدينة تلاقي مصيرها؟ إحنا أمام جرائم منظمة مركبة واحدة فوق الأخرى، وأنا أتهم إيران في جميع هذه الجرائم، لأنه الإرهاب مصدره من إيران ومعسكراته داخل إيران. طيب. وكذلك الميليشيات هي تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإيران، بل هي مباشرة الولائية بمن تأتمر دينيا وفكريا وعسكريا بإيران. فإذا المسؤول الأول والأخير هي إيران على هذه الجرائم وحلفائها وميليشياتها. طيب. أستاذ ضياء، يقول الأستاذ حسين نحن أمام جرائم منظمة، لكن هنا أريد أن أتوجه إلى حضرتكم بالسؤال، إلى أي مدى يعد كشف المقابر الجماعية دليل على وجود جريمة حرب وبالتالي يجب المحاسبة عليها؟ إلى أي مدى؟ نعم، الجرائم التي ارتكبت من قبل الحكومة العراقية والتي أقامت بها الميليشيات هذه سيحاسب عليها في حينها، ليست في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر زمام الأمور موجودة بيد، مثل ما قلت، بيد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهي التي تتصرف بهذه بالعراق مثل ما تشاء. لحد الآن الحكومة أو الولايات المتحدة يعني ما قاعد أشوفها جادة بحل المشكلة في العراق بصيغة سلمية، بصيغة حسب ما ادعوا هم راح يجون بنظام ديمقراطي تعددي. هذا لم يكن في العراق، أنه سلموا العراق بجماعة إرهابيين، عصابات إرهابية مسلحة
وهم اللي أتوا بهم من خارج العراق إلى داخل العراق، وهم الذي دربوا الميليشيات على السلاح، وهم الذي قاموا بتدريبهم في داخل العراق وخارج العراق. إذن المشكلة بالوقت الحاضر هي مشكلتنا العراقيين، كيف يمكننا أن نجعل المجتمع الدولي بالأكمل أن يقف مع الشعب العراقي ومع الجرائم التي تنتهك بحق الشعب العراقي، لأن هنالك جرائم ترتكب يوميا بحق هذا الشعب. المقابر الجماعية وما يحدث في المقابر الجماعية لعدم قبول الدولة ولعدم سماح الميليشيات عن التنقيب سبب القتل أو سبب من هو المقتول عن هوية الموجودين، إذن هنالك مخطط كبير من هذه الحكومة أو من الميليشيات الأخرى والولايات المتحدة الأمريكية بإشراف إيراني على العمليات التي تقام بها إيران. إيران لا يمكن أن تأتي إلا بموافقة الحكومة الأمريكية. صارت المفاوضات الأمنية عن ملف العراق الأمني صارت مع الحكومة الإيرانية وليست مع العراقيين وليست مع دولة عربية أخرى أو دولة مجاورة ثانية. يعني حتى لم يدخل الأمريكان إلا إيران في العملية الأمنية العراقية. إذن هنالك انتقام من الشعب العراقي، وتقوم بالانتقام هي إيران، لأنه إيران أنا من البداية قلت أنه عندها عداء، ليست عداء حاضر بالوقت الحاضر وليست عداء ديني كما يدعون أو مذهبي، وإنما عداء سابق للحضارة العربية الموجودة، مو فقط الحضارة العراقية يا أخي، هم عندهم عداء مع البابليين على طول العصور، عندنا مشاكل مع الإيرانيين ليس بالوقت الحاضر. بس هذا لا يعني إحنا ننكر الشعب الإيراني، لا، ولكن على الحكومة العراقية أن تتبنى الموقف الشعب العراقي وتتخذ الإجراءات الكاملة لحماية العراقيين من هذه الميليشيات والعصابات المسلحة الموجودة في منطقة الخضراء. قيادة هذه العصابات عايشين في المنطقة الخضراء، ليس بعيدين عن مصطفى الكاظمي، هو يعرفهم جيدا وله علاقة، ولربما يتعشى ويتغذى معهم ليلا نهارا. هذه حقيقة، لأنه ما يحدث في العراق قاعد يحدث جرائم تخص البشرية بالأجمع، ليست فقط في العراق، يحدث الأطفال والنساء وكل شيء في المقابر الجماعية. إذا أردنا نقول ذولا الجيش أو المسلحين الشباب كانوا ضد الميليشيات وقتلوا، كيف شنو سبب الأطفال والنساء والرجال والشيوخ؟ أستاذ ضياء، الميليشيات تمنع فتح المقابر واسترجاع الأهالي لجثامينهم، سأناقش هذا الموضوع معكم بعد أن أنتقل إلى الأستاذ الدكتور أيمن العاني والأستاذ حسين. دكتور أيمن، بعد عام 2015، بعد هذه الفترة، لا يوجد في المحافظات المكتشف عليها سوى جهتين هما الميليشيات والقوات الحكومية، ما يعني أن العمليات العسكرية قد انتهت. إذن ماذا يعني اكتشاف مقابر جماعية؟ يعني المراقب ما الذي سيحكم بعد أن كانت المقابر الجماعية بعد انتهاء العمليات العسكرية؟ من المتسبب في موت الضحايا دكتور أيمن؟ حقيقة أخي الكريم، هذا ما نناقشه الآن هو الجزء الأول من التقرير، هنالك جزء ثاني يتحدث بالتفصيل عن هذا الأمر، لأنه هذه المقابر الجماعية كما ذكرت فيها المعلن وفيها المسكوت عنه، وهذا التقرير من شأنه فتح ملفات المسكوت عنه من تلك المقابر، وسيتم تفصيل ذلك في الجزء الثاني. لكن بالإجابة على هذا السؤال، وأنا أشكرك عليه حقيقة، هو أنه التصرف أو الإجراءات التي تتخذها الميليشيات والقوات الحكومية تجاه المقابر الجماعية التي يتم الكشف عنها هو عزل هذه المقابر عن المجتمع عموما وعن العالم، وعدم السماح لأي جهة مهما كانت في زيارة هذه المقابر، تقصي فيما داخلها،
وهذا طبعا يعني يثير الشكوك إن لم يكن الإنسان متأكدا أنه هذه الجهات لا تريد لهذه لهذه المقابر أن يتم التعرف على ضحاياها أو يتم التعرف على كيفية تصفية الضحايا الذين هم داخل هذه المقابر، وبالتالي هي متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه، إما بشكل مباشر وإما بالتغطية عليها أو محاولة يعني خلط الأوراق وكسب الوقت ظنا منهم أنه هذه المقابر كلما تقادم عليها الزمن يعني بطبيعة الحال هنالك أدلة ستندثر، لكن يبقى تحديد الوقت الزمني لحدوث الجريمة هو مسألة أساسية ومسألة أصيلة في هذا الموضوع، وفي مهما طال الزمن سيتم التعرف على الوقت الذي تمت فيه الجريمة. نعم. وطبعا هو تحت سيطرة القوات الحكومية والميليشيات ولا سيما الفصائل الولائية منها. أستاذ حسين، كيف تابعتم دور الحكومة في حل هذه المأساة في ظل طبعا في ظل مسك الميليشيات الأرض والسيطرة بالمطلق على الأوضاع الأمنية، وأيضا ما مدى مسؤولية الميليشيات عن إخفاء هذه الجثامين؟ يعني دور الحكومة في العراق وكأنه دور ناشطين أو دور مؤسسات مجتمع مدني، حقيقة الحكومة هي المسؤولة، عليها عندما تكتشف مقبرة جماعية أن تبحث عن الجاني من هو، ولديها وسائلها الكثيرة في البحث عن، ومن ثم معرفة الجنات ومن أي مكون ومن أي مكان، والأصل هو يفترض أنه يكون لها دور قبل وقوع الجريمة. يعني كيف سمحت بوجود مقبرة جماعية؟ هو بحد ذاته هو إدانة على الحكومة. الحكومة اليوم عندما تسكت على هذه الجرائم أو تغطي عليها فهي تعتبر شريكة في هذه الجريمة. يعني اليوم الحكومة هي فقط تبرز هذه المقابر دون محاسبة؟ طبعا هي ما تبرزها بالمناسبة. نعم. الأهالي أو بعض المنظمات هي اللي تبرزها وتحرج الحكومة من ثم تتكلم، وبنفس الوقت لا تقوم بأي إجراء. هذا يجعل أن الحكومة هي شريكة في هذه الجريمة، لأنها ليست مجتمع مدني منظمة حقوقية حتى نقول هي واجبها فقط تعلن للمجتمع، ولا هي ناشط مثل الناشطين السياسيين وناشطين حقوق الإنسان. سيدي هي حكومة فيها قائد عام قوات المسلحة، فيها وزارة الداخلية، فيها قضاء، وزارة عدل، فيها كل شيء. عندما تسكت على هذه الجريمة تعتبر شريك مباشر بهذه الجريمة. لا يمكن أن تبرأ أي حكومة تكتشف في عهدها مقبرة جماعية. ولاحظ من 2003 وإلى الآن أعطيني حكومة واحدة لم يكتشف فيها في عهدها مقبرة جماعية. نعم. مئات المقابر. إذن هذه قضية المقابر الجماعية هي مشروع وليس فعل رد فعل أو قضية إرهاب أو عمل أمني فقط لزمن محدود. نعم. أو لمنطقة محدودة، لا، هذا مشروع واضح جدا أنه ينفذ ضمن هذه المناطق وكلا له دوره. الميليشيات تقوم بدور والحكومة تقوم بدور آخر. نعم. طيب أستاذ ضياء، بدقيقة ونصف لو سمحتم في سؤالي الأخير لحضرتكم، يعني قبل أن أنتقل إلى ضيوف الكرام، قلت لكم بأن الميليشيات يمنعون فتح المقابر واسترجاع الأهالي لجثامين ذويهم، هل يعد هذه جريمة أخرى تضاف إلى جريمة القتل الجماعي؟ بدقيقة ونصف لو سمحتم أستاذ ضياء. نعم، هذه جريمة تضاف إلى الجرائم التي ارتكبوها سابقا. هذه الجريمة ليست فقط على الميليشيات والحشد الشعبي، وإنما على الحكومة العراقية. هم يقولون هذول جماعة من فلتين ولائيين، سمي ما تسمي، لكن من حق المواطن أن يعرف أبنائه أولاده وين راحوا، آبائهم وين راحوا، من حقهم أن يعرفوا أين جثثهم، في أي مكان قتلوا وكيف قتلوا، هذا من حق المواطن أن يعرف. ولكن الحكومة العراقية هذا خير دليل أنه تتستر على هذه الجرائم بعدم فتح المقابر الجماعية والكشف عن هويات المقتولين الموجودين. هنالك مشاكل قانونية من الورث والزواج وكل شيء. نعم. هذا موجود. نعم.
لأنه هذه المشكلة هي مشكلة كبيرة، مشكلة اجتماعية، ونحن مجتمع محافظ. هل من المعقول الذي يقتل زوجها لا تعرف هي زوجها انقتل ولا ابنها انقتل؟ هذه مشكلة كبيرة. أو أيضا مشكلة الورث، كيف يكون الورث؟ إذن الحكومة العراقية ترتكب جرائم مضاعفة ضد الضحايا الموجودين في المقابر الجماعية. مع الأسف أنه الحكومة العراقية تشارك الميليشيات بهذه الجريمة. عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم. دكتور أيمن، بدقيقة ونصف، هل يعني تطالبون دكتور أيمن في قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، هل تطالبون بلجنة دولية حول جرائم الإخفاء القسري أو مثلا المقابر الجماعية؟ هل تطالبون بلجنة دولية؟ هل يمكن التعويل على هذه اللجنة مثلا؟ أخي الكريم، التقرير بحد ذاته هو أداة تشخيص الضحية ويشير بأصابع الاتهام إلى الجاني. فهو التقرير أول بدايات، المفروض هذا في المعمول به والأصول الدولية والإجراءات الأممية، هو التقرير بداية التحقيق. التقرير الحقوقي هو بداية التحقيق في هذا الموضوع، وبالتالي هو يجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار بالصمت على ما يجري في العراق من جرائم وانتهاكات حقيقة صارخة وجسيمة، ولم يعد هنالك كلمات تصف ما يجري في العراق من انتهاكات. فهذا هو أولى خطوات التحقيق، والتحقيق الحاسم والشفاف والحقيقي المستقل الذي يوفر على أقل تقدير الإنصاف القانوني للضحايا، وإلا الإنصاف العدالة هذا أمر أصبح حقيقة بعيد جدا في ظل المعطيات الحالية. عبر سكاي من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. الله يخليك. أستاذ حسين، هل يمكن التعويل على منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان في محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه المقابر الجماعية؟ بالتأكيد هو لا يعول الآن بسبب الهيمنة الأمريكية على المجتمع الدولي. نعم. ولكن لا يمكن تركها، ولا يمكن تجاهلها، ولا يمكن عدم التعامل معها. لابد من التعامل معها ووضع الكرة في ملعبها، لابد من تحريكها بالضغط، من خلال الضغط على هذه المنظمات. وإلا احنا العالم يدرك بأنه في العراق جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ومقابر جماعية، ولا يتحرك بسبب الهيمنة الأمريكية على هذه المنظمات. طيب. لكن على الشعب العراقي أولا عليه أن يتوحد ويضغط على هذه المنظمات لغرض تحريكها. وأعتقد هو لا يوجد شيء، احنا ندرك أن المجتمع الدولي انتهازي مصلحي نفعي، لا يمكن أن يتحرك بدون مصالح بدون نفع. هذا الانتهازية موجودة بعد تشكيل هذا النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. لكن نقول أن أي ثمن مهما كان هو أهون من أن تهيمن إيران وميليشياتها على العالم. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، لا تسقط موجودة بالتقادم. ولكن أنا أريد أقول أنه بعد وحدة المجتمع العراقي والتوجه للمجتمع الدولي، نعم هناك ثمن، ولكن أي ثمن هو أهون من هيمنة إيران وميليشياتها على العراق؟ نحن لا نتكلم عن نظام دولي عادل ينصف المظلوم. نعم. نتكلم عن نظام نفعي مصلحي. لكن نحن أمام خطر إيراني هيمنة على الأرض العراقية وعلى شعبها، وقهر شعبها ودمر أرضها وجعل أرضا محروقة، فلا بد من الخلاص من هذا النظام. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.